ترامب اوف كورس ألقى خطاب وهو ينظر لإصلاح الأمم المتحدة في اعتقادي كجزء من منظور الولايات المتحدة الأمريكية ومن الرئيس نفسه في أحوال العالم. والإصلاح في الأمم المتحدة أمر مطلوب منذ زمن بعيد، لكن ربما الآن هذه المبادرة التي أطلقها الأمين العام وأيدتها أمريكا ربما تبدأ في إطار جديد يتوافق مع مستقبل الأجيال القادمة، ولذلك ما نحن نؤيد هذا ووقعنا على الاتفاقية، لكن سننظر